الأفكار زي الطيور، محدش يقدر يمنحها توصل للناس. ايه الجمال ده؟ الجمال ده منحب دايما نتكلم على الجمال، واحنا بنتكلم على الجمال هنتكلم لكم النهارده على مبدع عراقي مهم اسمه جمال امين. جمال امين مش هنقدر نتكلم عليه في عجاله، لكن هنقدر نديلكم فكرة عنه وبعدين نعمل معاه حوار عشان تتأملوا هذا المبدع المهم والفنان الذي لا تخطئه العين. فإلى جمال أمين. ولد الفنان جمال أمين في 3 مارس عام 1957 ببغداد. أحب الموسيقى منذ صغره، فكانت سبيله إلى دخول عالم الفن السابع ليبدع فيه ويقدم لنا أفضل الأعمال السينمائية. لقد حالف الحظ هذا الفنان القدير، إذ مكنه من تحقيق حلمه رغم كل الظروف القاسية التي واجهته في حياته. فبعد تخرجه من معهد الفنون الجميلة ببغداد عام 1981 دبلوم إخراج سينمائي، هرب من الحرب في العراق متجها نحو الكويت، وهناك بدأ أولى خطواته، حيث عمل في العديد من المؤسسات الفنية، أهمها مؤسسة النورس ومؤسسة البيت الإعلامي للإنتاج الفني حتى العام 1990، ومنها انتقل إلى الفضاء الرحب للشاشة العملاقة. أهلا بالصباح. حلوة شمس اليوم. إيه حلوة. أقول هنيه. ها؟ أرد أحد وش حزورة؟ إيه؟ إذا واحد؟ إيه؟ وريد يشتيل باكيت جقاير، شلون يفهمه لبالدكان؟ أخرس؟ إيه أخرس. يقول لي زين، إذا أعنى وريد يشتري شخاطة، شلون راح يفهمه؟ أعنى؟ إيه أعنى. ها؟ يقول لنطيني شخاطة، إلي شو لعنة ما يعرف يحكي هنية. يا
رسالته في الفن كانت واضحة من خلال أفلامه، سواء تلك التي أخرجها أو التي كان ممثلا فيها، خصوصا بعد انتقاله إلى الدنمارك عام 1998. إنها العنصرية ومشكلة الثقافة والهوية التي يعاني منها أبناء الجيل الثاني، خصوصا في الدول الإسكندنافية. كأي مهاجر يعيش خارج وطنه، عاش أمين مواقف الميز العنصري، ترجمها عبر شخصياته في عديد من أفلامه، لعل أبرزها فيلم اللقلق، ويقول في هذا الشأن: إنه علينا أن نستوعب الآخر المختلف عنا، ويضيف: إن الأوضاع التي نعيشها في أوطاننا منذ أكثر من 20 سنة، والظروف السياسية المتوترة في منطقة الشرق الأوسط، والحروب وغيرها، طبعت علينا عند الآخرين صورة قاتمة غير صحيحة، جعلتهم يركزون على كل ما هو سلبي فينا ثم يضخموه ويجعلون منه حدثا كبيرا، وهو ما يزيد في تعميق نظرة العنصرية، وهذا مؤشر خطير يدل على أن الجريمة العنصرية ستكثر في أوروبا خلال الفترة القادمة. كافي كله بجي بجي، لا كل لفهم ولا كل انتم الأكراد، كل شيء ما تقولون لا، تخلص من الشيعة من السنة من الأكراد. الله أكبر، أضعف متبردين إيرانيين، أكراد إيراني هون. صار في حد يقول ضد الاحتلال، مأمونة بالعراق، ما حد يقول ضد الاحتلال. البرزاني هنا الأحمر يشيل علم العراق، شو؟ ما نوصل اتفاق، ما نوصل اتفاق، شو نوصل اتفاق منها؟ إيجابيات، معها صدام، مع العكر تعرفون كل احنا كنا صدام. بس الإيجابيات يا أحمد أكو دولة. صدام أفضل. أفضل شنو؟ حاكمة بالنار يا أخي، ما يصير يعني الناس من حق الأكراد لهم حق يعيشون. السنة كان ملزومين بالقبر. لأنه ما طول عايش تحت مظلة، شيء اسمه الوطن العراق. لقد تنوعت إنتاجات الممثل والمخرج العراقي جمال أمين بين الشاشة الكبيرة والشاشة الصغيرة عبر المسلسلات التلفزيونية، فكان له مشاركات في العديد منها، مثل مسلسل الذئب وعيون المدينة ودنانير من ذهب وخيوط من الماضي. يعني هذا يدل يابا على أنه كل من يشرب عرق ما يبقى ببطن نمل. أما أعماله السينمائية فنذكر منها فيلم بيوت في ذلك الزقاق، وفيلمي اللوحة والبندول، وحياة في الظل، وقطع غيار. هاي مغية. هاي محمد. هاي. 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 هاي 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 Nu er jeg endt som slagter. Jeg har stadig den der drøm om at blive pilot. Men jeg tror bare, jeg er uheldig. Jeg skal nok finde på noget spændende snart. رغم نجاح الفنان أمين خارج بلاده، إلا أنه لا يخفي حسرته على حال السينما في العراق،
فيقول بكل استياء إن حصيلة الإنتاج السينمائي على امتداد 80 عاما لم تتجاوز 110 أفلام فقط، حصيلة هزيلة لدولة في حجم العراق. ويرجع أسباب ذلك إلى عدم تخصيص ميزانية للإنتاج السينمائي ولدعم الفنانين والمنتجين، ويختم قوله إن السينما أحد أهم الوسائل والحلول الاستراتيجية للقضاء على الإرهاب والعنصرية. اسم السينما العراقية لا توجد في مصطلحات السينما العالمية أو العربية، شيء اسمه السينما العراقية. هنالك صناعة فيلم عراقي، هنالك أفلام عراقية، ما أنتجه العراق من أفلام سينمائية منذ 100 عام إذا صح التعبير، أو نقول 90 عام، هي ما تنتجه هوليوود في 20 يوم. للأسف الشديد يعني ما أنتج العراق في 100 عام أو 90 عام تنتجه هوليوود في 20 يوم فقط. أهلا صديقي وحبيبي وأخي جمال أمين. أهلا وسهلا أستاذ هشام، نجمنا الكبير الجميل. الله يخليك يا حبيبي، تسلم لي جمال. أنا مش عايز برضه أقول إن إحنا نبتدي البدايات التقليدية، البدايات إزاي وعملت إيه ولكن أنا هدخل في الموضوع على طول. يا ريت. هقول لك إن أنت فنان حقيقة، يعني أنا تعرفت على إبداعك وأنت مبدع حقيقي وكبير، يعني لولا الظروف اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. انا عايز افهم وعايز اعرف، انت عاصرت فترة صدام حسين في العراق، وعاصرت الفترة الثقافية او الارض الثقافية اللي كانت موجودة وقتها من ميديا، من مسرح، من سينما، من معهد فنون جميلة، لان انت طبعا خريج معهد فنون جميلة، وبعدين مشيت سافرت وسبت العراق، يعني سبت العراق لموقف منها، مش من المسألة سبتها كده بمزاجك يعني. وبعدين حصل ما حصل وما قالت عليه الظروف وما قالت عليه الحكايات. انت عايز اعرف تقييمك للمسألة ايه، رؤيتك ليها ايه. يعني بداية انا يعني بديت حياتي الفنية في عهد النظام السابق. في يعني رؤيتك انت الشخصية ايام صدام كان في حركة فنية حقيقية في السينما في عهد صدام حسين النظام السابق، احنا نقول عليه دائما النظام الدكتاتوري السابق، كان في هناك مؤسسات، يعني دولة مؤسسات، كانت هناك مؤسسة كبيرة اسمها مؤسسة السينما والمسرح، تنتج افلام سينما بميزانيات كبيرة جدا، وكانت هناك مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وكذلك تنتج مسلسلات ومسلسلات إذاعية وتلفزيونية. أي أنه الإذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح لهم مؤسسات موجودة في العراق، لكن هذه المؤسسات كانت تعمل على خدمة الفكر الدكتاتوري أو النظام اللي كان موجود في ذلك الوقت. يعني السينما هي مجندة لخدمة القائد أو لخدمة الحزب القائد اللي كان موجود. في 70s القرن المنصرم كانت هنالك حركة في العراق، مثلا حركة صناعية، حركة زراعية، الأفلام بالبداية كانت تتناول هذه الأشياء، إضافة إلى عملية تثبيت تاريخ حزب النظام الحاكم. يعني كان عندنا في العراق تعرف هنالك أحزاب كثيرة جدا تتصارع على السلطة أو تناضل من أجل تغيير النظام في العراق. الحزب اللي كان موجود في العراق، حزب البعث، كان هو أحد الأحزاب الموجودة في العراق، لكن هنالك كذلك الحزب الشيوعي، وهنالك الإسلاميين، هنالك القوميين العرب. في عندما يعني كانت تنتج السينما كانت تتجاوز الأحزاب الثانية، كانت تقول أننا الحزب الوحيد الذي كان يناضل من أجل العراقيين. فأنتجت أفلام بهذه الصيغة كثيرة جدا، إلى حد الحرب العراقية الإيرانية تحولت السينما من سينما تتناول القضايا الاجتماعية، القضايا التاريخية، قضايا الغرام، الحب، الكوميديا، تحولت إلى أحد روافد التي تصب في المعركة. يعني أصبحت السينما ذات طابع عسكري، تقوم بإنتاج أفلام لبث الروح الوطنية في الحرب اللي موجودة. الحرب كانت صح أم خطأ هذا موضوع آخر، لكنها كانت تساعد أو أن الدولة أنت بعد إذنك يعني كده باي ذا واي، أنت شايف أنها صح ولا غلط؟
انا السينما طبعا هتلر استخدم السينما بهذا الشكل، الروس استخدموا السينما بهذا الشكل. السينما لا انا ما اقصدش كده يا استاذ جمال، انا اقصد انت شايف الحرب الايرانيه العراقيه كانت صح ولا غلط؟ الحرب العراقيه الايرانيه هي حرب يعني دفع ثمنها العراقيين مليون شهيد، وخسر العراق ولم تصل الى نتيجه من اجل ان يدافع عن فكره وهميه اسمها البوابه الشرقيه. البوابه الشرقيه، البوابة الشرقية اللي هي الحدود العراقية الإيرانية اللي موجودة. طبعا أنا ضد الحرب بأي شكل من الأشكال، سواء كانت الحرب على حق أو على باطل. أنا أدعو إلى السلم. طبعا الحرب كانت صعبة جدا على العراقيين وصعبة على الإيرانيين. اللي دفعوا ثمن هذه الحرب هم العراقيين والإيرانيين، لم يدفع ثمن هذه الحرب البقية الباقية من الدول العربية. كان هناك تمويل من قبل دول الخليج الى العراقيين في انه يذهب الجندي العراقي وعندما يستشهد يمنحون الى اهله سياره، يعني سياره يسموها برازيل اللي هي الفوكس فاجن، ويمنح قطعه ارض. احنا فقدنا انسان، فقدنا عائله، فقدنا اب، فقدنا مبدع، لانه الحرب كانت تحصد الاخضر واليابس، لم تفرق، كانت تاخذ جميع الخريجين، يعني خريجين الجامعات وغير خريجين الجامعات، فخسرنا خيره الشباب. انا في دورتي يعني في عندما كنت أدرس في معهد فنون جميلة في قسم السينما، يعني استشهد مجموعة كبيرة من الفنانين الجميلين جدا والمبدعين جدا، ذهبوا بلاش. والسؤال فقدنا خيرة شباب العراقيين. نعم، فقدنا خيرة شباب العراقيين المبدعين في هذه الحرب. طبعا حرب كانت حرب ضروس. تصور أستاذ هشام، أنت ثمان سنوات يوميا 24 ساعة، 7 ايام في الاسبوع، 30 يوم في الشهر، 366 يوم في السنة، الحرب مستمرة، الآلة مستمرة، الطيران مستمر، المدفعية مستمرة، المشاة مستمرين، قتل مستمر. طبعا القتل هناك يعتبرون شهداء عند ايران، وهنا يعتبرون شهداء عندنا. العراقي عند ايران عدو، والايراني عند العراق عدو، لكنها الحرب المدمرة الى شعبين كان ممكن ان يستغلون في طريقة اخرى. وكانت نتيجتها ايه في النهايه؟ ما في نهايه، رجعت كما كانت. هنالك اتفاقيه بين العراق وايران سنه 1975 وقعت في الجزائر، رجعوا العراقيين ورجعوا الايرانيين الى نفس هذه الاتفاقيه، ولا زلنا نعيش على هذه الاتفاقيه. اذا لماذا الحرب؟ يعني لماذا نحن دخلنا، يعني ما انتهتش بانتصار العراق او بانتصار ايران ابدا. لا منتصره في الحرب، يعني هذه مقوله مشهوره، لا منتصره في الحرب، بل احنا لحد الان يعني جزء من ما يعانيه الان العراقيين هو يعني تراكمات الحرب العراقيه الايرانيه. ثمان سنوات ما اعتقد، يعني الحرب العالميه الثانيه كذلك هي اقل زمنا من الحرب العراقيه الايرانيه. الحرب العراقيه الايرانيه كانت حرب ضروس يوميا، يعني انا كنت اعيش في الكويت، فكنت عندما اجي بالبر الى بغداد ارى امامي الكثير من الشهداء، يعني السيارات تحمل التوابيت وعليها الاعلام العراقيه. يا رجل خسرنا مليون انسان، ومليون نقول الايرانيين اكثر من مليون. طبعا الفكره في الجانب الايراني، لان الهجمات الايرانيه كانت تاتي بمجاميع بشريه كبيره، ولنقل ايران خسرت مليونين او العراق مليون، 3 مليون شاب وإنسان ذهبوا نتيجة فكرة يعني سخيفة جدا، حماية البوابة الشرقية، وها هي البوابة الشرقية موجودة، والآن راحت البوابة الشرقية وراحت البوابة الجنوبية وراحت العراق كلها. لا العراق، يعني العراق ما راح، يعني العراق يبقى وتبقى إيران وتبقى الدول، لكن طبعا فقدنا أشياء كثيرة جدا، وأهمها الإنسان هو أنا أقصد أنها راحت العراق، يعني راح الروح العراقية، يعني للأسف الشديد برغم جمالها وبرغم يعني قوة الروح العراقية، إنما تشتتت طبعاً، انقسمت طبعاً. هي دي اللي أنا أقصده، يعني للأسف الشديد. يعني أستاذ هشام، للحرب انعكاسات كثيرة جدا، يعني انعكاسات على المستوى الاجتماعي، على المستوى الأخلاقي، هذا أهم شيء. يعني تعرف إحنا خرجنا من الحرب العراقية الإيرانية بكم كبير من الأرامل، بكم كبير من الأيتام. أثناء ذلك النظام السابق كان لم يتهادن مع المعارضين، يعني كانت هنالك آلة حربية مدمرة على الحدود العراقية الإيرانية، وكان هنالك كذلك القتل والإعدامات، وكذلك عملية السجون اللي موجودة، المعارضين إلى الفكر.
نحن كنا في الجحيم، يعني الجحيم الكبير الذي كان يعيشه العراقيون، وانعكاسات هذا الجحيم نراها الآن. طبعا الآن الناس تنسى دائما، للأسف الشديد أنه الإنسان دائما ينسى المآسي مالته، ويبدو أنه أنا دائما أقول أنه إحنا في العراق ذاكرتنا مثل ذاكرة السمكة، 3 ثواني فقط. وإلا كيف هذا الآن اللي نشوفه بالعراق من اقتتال أو حروب أو عنف أو انفجارات، هو انعكاس لتلك المرحلة، لأنه الحرب تبقى في داخل الإنسان. تصور أنه بالثمانينات يعني الجيل اللي حارب هم جيلي، يعني جيل الآن أنا جيل الخمسينيات والستينيات، هم الآن آباء إلى 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 الشباب اللي موجودين. انعكاسات الحرب في داخل هؤلاء الناس انعكاسات خطيرة جدا. كذلك أستاذ هشام، إنه إحنا في الدول العربية ما حدنا ذيك المؤسسات بعد الحروب تأتي على بناء الإنسان وتعالج مشاكل النفسية وانعكاسات الحرب عليه، كما موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، عندهم يعني مؤسسات، يعني بعد ما حاربوا في العراق أو بعد ما احتلوا العراق وطلعوا من العراق، الجيش الجنود الضباط ذهبوا إلى مؤسسات ترعاهم صحيا ونفسيا حتى تؤهلهم للرجوع إلى المجتمع، لأن هم كانوا في وضع غير طبيعي. ده أكيد، ده أكيد، وهو ده اللي حصل أيضا يعني في كل الحروب، حتى حرب فيتنام، الحرب الفيتنامية الأمريكية، الأمريكان لما رجعوا من فيتنام رجعوا على مصحات نفسية ومصحات عقلية وعلى يعني مراكز تأهيل، لأن الحرب هي الحرب في النهاية، يعني وبال وجحيم ودمار على الجميع. طب أنا عايز أسأل حضرتك على حاجة يا أستاذ جمال، يمكن أرجعك شوية لمعاهدة السلام اللي كان عملها السادات وبعض الفنانين المصريين اللي هم كانوا مكونين جبهة الرفض وكانوا منضمين اللي عندكم في العراق لصدام حسين. من الفنانين دول كان أعتقد على ما أذكر الأستاذ كرم طاوع، على ما أذكر أيضا إبراهيم عبد الجليل الله يرحمه. نعم يا فندم. إبراهيم عبد الجليل، المخرج إبراهيم عبد الجليل. كنت عايز أسأل، هو كان كرم مطاوع مع حفظ الألقاب عمل فيلم اسمه مطاوع وبهية، مطاوع وبهية، نعم بالضبط. ده كان له علاقة بالحكاية دي ولا كان حاجة تانية خالص؟ لا ما كان له علاقة، وكان يتحدث كما أتذكر عن عن انتقال الكثير من الفلاحين المصريين إلى العراق، وكانوا يعملون في قرى كاملة وفي مدن كاملة. هو اتعمل سنة كام بعد إذنك يا أستاذ جمال بدون قطع كلامك؟ نعم. اتعمل يعني أنتج سنة كام الفيلم؟ أعتقد الفيلم كان في يعني 79 أو 80 على ما أتذكر في هذا الوقت، يعني 79 أو 80 أو أكثر، يعني أو يعني لا سوري، يعني لو كنت قال لك أنا جبت لك التواريخ مضبوطة، أعتقد يعني 81 82 بهذا التاريخ إذا مو أنا غلطان. كان ناجح؟ الفيلم جماهيريا ما نجح، يعني أي فيلم في تلك المرحلة، أي فيلم يأتي من السلطة ينجح إذا كان فيلم يعني كوميدي أو غير كوميدي، أي فيلم معبأ فكريا مو ناجح كثير. بس الفيلم يعني اللي أخرجه مخرج كبير صاحب حداد الله يرحمه، وهو مونتير وفنان كبير، فالفيلم يعني من ناحية فنية ناجح، لكن جماهيريا ما كثير نجح، ما أعتقد نجح. بس من الناحيه الفنيه برضو انا ما قريتلوش الحقيقه، ما قريتش عنه يعني شيء يعني يذكر، يعني مع احترامنا طبعا الفيلم، لكن يعني ما كانش عامل يعني نوع من الضجه الفنيه على الاقل او الضجه الجماليه النقديه، يعني ما يعمل ضجه. هو انا كنت احد التلاميذ اللي موجودين مع الاستاذ صلاح ابو سيف في فيلم القادسيه. فيلم القادسية. بالمناسبه ده هنتكلم عليه ده، لانه طبعا فيلم القادسيه مهم. انا كنت حاضر التصوير مالته، وفيلم انتج بميزانيه ضخمه جدا لا تقل عن 25 مليون دولار، وكانوا فيه نجوم كبار وصلاح ابو سيف الكبير ابو الواقعيه البصريه، والفيلم لم ياتي ب 2.5 مليون دولار او لم ياتي ب 250 الف دولار، لم ينجح الفيلم، ويعتبر من أسوأ افلام صلاح ابو سيف الله يرحمه، لانه فيلم. طب انا هسال سؤال، افكار سياسيه. هسال سؤال هنا بعد اذن حضرتك، هو ليه الفيلمين اللي اتعملوا، فيلم مطاوع وبهية وفيلم القادسية مع عظمة يعني القائمين به، لم ينجح الفيلم أو لم تنجح أو لم ينجح الفيلمين وسجلوا فشلا ذريعا، ليه؟ وهنالك فيلم آخر أذكرك به اسمه التجربة لفؤاد التهامي.
تمام يا فندم. مطاعم الصبر موجود بره يا فندم. خليه يدخل. حاضر يا فندم. ايه حكايتك يا مطاوح؟ خير يا بيه؟ قالب الدنيا عليها وطيها، ايه هي الاسرار اللي عندك؟ دي مسائل شخصية بيني وبين سيادة الرئيس، اصل المسائل خطيرة وحتخرج من ايدين الكل. مسائل خطيرة وحتخرج من ايد الكل؟ ايه هي المسائل الخطيرة يا مطاوح؟ انا بسألك، ايه هي اللي هتخرج من ايد الكل؟ طني قلت لسيادتك، ايه اللي انت قلته؟ دي مسائل شخصية بيني وبين سيادة الرئيس. اسمع يا مطاوع، انا مش عاوز لف ودوران، يا اما هتقول اللي انا عاوز اعرفه يا اما هتقول غصب عنك. ايه هتضربوني يعني؟ على كل حال سيادة الرئيس مؤمن وما يرضاش بالظلم ابدا، ولما حابله هحكي له على كل اللي بيحصل لي، واللي عايز يضربني بقى خليه يضربني ويشوف ايه اللي هيجراله. يا عم مطاوع، انت راجل متعلم، انا عارف انك درست في الازهر، يعني ما انتش فلاح امي، انت فلاح متعلم، ثم ليك تاريخك في الوطنية. وإيه اللي جاب ديه لديه يا حضرة المأمور؟ يعني سيادة الرئيس مش ممكن يقابل أي حد، دي أمور دولة برضه، وأمور الدولة مش ممكن تبقى في إيد كل من هب ودب. ما تتعبش نفسك يا بيه، لما المسائل تكون خطيرة بالشكل ده تبقى لازم تكون بيني وبين سيادة الرئيس شخصيا. اسمع يا مطاوع الزفت، سنتين الأزهر اللي انت تعلمتهم مش هيعملوك فيلسوف علينا، انت فاهم كلامي كويس، يعني حرميك في السجن لحد ما تقول اللي عندك. اسمع يا جدع، انت عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ انت عاوز تخرب بيتي؟ واخرب بيتك ليه يا بيه؟ هو لا سمح الله بيني وبينك حاجه؟ بيني وبينك سكوتك الخبيث ده؟ سياده الرئيس بيتابع الامر بنفسه وعاوز مني تقرير مستعجل. فهمت بقى معنى سكوتك ايه؟ ان وظيفتي تبقى مهدده، ان اتنقل للصعيد، ها؟ ويمكن اترفد واولادي يضيعوا. ليه؟ بسبب مين؟ ها؟ مين انت؟ ها؟ انت فاهم نفسك ايه؟ فاهم نفسك ايه؟ انت اتكلم، قول، مش عاوز تنطق؟ ايه اللي عندك؟ ايه اللي عندك؟ مش عاوز تتكلم؟ يا دهوتي يا مصيبتك يا مصيبتك يا بهي. كفايه نصويت بقى يا ناس، كل المصايب عماله تحط فوق دماغنا، واحنا يا نبكي يا نصوت. واحنا في ايدنا ايه يا خاله بهي عشان نعمله؟ ولحد امتى هنفضل نقول كده بس يا ناس؟ حريقه، لازم حريقه. يعني لازم تحصل الحريقه والقيامه تقوم لاجل البلد تتحرك؟ عيني عليك يا بهي، عيني عليك يا اختي، وانا عيني عليكم كلكم يا اهل بلد. انا جربت، انكويت، شفت دنايا بيروح وانحرق قلبي، بكيت لحد دمعتي ما نشفت،
زي ما بكيت ولاد كل راحوا كلهم. وصبرنا قلنا هي دي الضريبة، لازم كل بلد تقدم شهداء علشان تنضف ترابها. 50 دانة ودعناهم من كفرنا علشان بلدنا تين دماغها لفوق، وقلنا معلش يبقى الدم اللي راح ما راحش هدر، وحطينا على قلبنا حجر وفوضنا الامر لله. وامبارح راح الشيخ عاشور علشان قال كلمة حق كان لازم نقولها كلنا وسكتني، والنهارده مجرجرين مطاوع. يعني خلاص الدور عليكم واحد واحد، ولسه بعد ده كله هنصوت ونبكي. حريقة، لازم حريقة يا ام الشهيد اكتر من النار اللي كويتنا امبارح واول امبارح. والنهارده لسه هنستني؟ هنفضل ناكل فرحنا لحد امتى يا ناس؟ الحي يا عمده. ايه الحي يا عمده؟ ده هي مهيجه البلد وحش عليها نار. اوه حتى النوبه مش قادره تهنى عليه. الحي يا عمده. يا ناس يا ناس افهموها بقى، الايد لوحدها ما تسقفش ابدا. ولا يهمك يا ام عصبوط، ولا يهمك، ايدي على ايدي. تسلم يا بناي، لا يمكن نسيبك لوحدك ابدا، لا لي ولا حسنين. ايوه تعيش يا فاكيها. تعيش يا حبيبتي. علي النعمه، يحرم علينا النوم لحد ما نرجع عم مطاوه. تسلموا يا اهل البلد، تسلموا لي كلكم. وسع كده يا ابني لحد العمر، وسع كده. اتفضل يا حبيبتي. امشي انجري انت اهو، وهي يلا امشي على بيوتكم يلا. امشي كده اهو، امشي. التجمهر ممنوع باسم الحكومه. ايوه مفهوم؟ هو ده اللي جاي تقوله يا عمدي؟ هو ده اللي حيلتك لك تهدي به الرجاله والنسوان بتوع البلد، ولا جاي تهدد يا حضره العمده؟ ما هو لازم تعمل حاجه يا عمده. ايوه لازم تعمل حاجه. اخلص ازاي تتجرأ وتكلم حضره العمده بالشكل ده؟ حريه حريه يا ناس، امشي انجري يا وش الناح. امشي وانت هو انت هو انجره يلا، بلاش اللمه اللي على الفاضي دي. وانت يا بهيج راجلك يا بنت هيرجع لك تعالي، بس بلاش الهيصه الفارغه دي. انا هفهمك انت اصلك طيبه، بس الغدر دول بيأثروا عليكي. يا خيبتكم يا خيبتكم يا رجاله. امشي يا وليه انت وهو وهي، امشي من هنا، امشي الجاري يا بنت وهي. امشي يا بنت. فهمني يا عمد، طمني يا عمد، اللي هيطمن قلبك. اهدي يا بهي. اهدى ازاي بس يا عمد؟ اهدي يا بنتي. اهدى ازاي؟ هو ده امرك لله؟ الله، ده انت مؤمنه. من مفوض امري لله يا عمد؟ وليك وللحكومه كلها. وده ماله مال الحكومه يا بهي؟ الحكومه حكومه والعمده عمده. ما انت اللي سلمته للحكومة يا عمد. وهرجعهولك وبكرة تشوفي. بكرة تاني؟ يا سواد ليلك يا بهي، يا سواد ليلك يا بهي. لو انا هفضل الف وادور في البيت لوحدي طول الليل ومطوع مش موجود فيه ومانيش عارفة اعملوا فيه ايه. الليل هتقضيه هنا يا بهي، ده بيتك ومطرحك. يا الست ما تقعدش في البيت لوحدها من غير راجل. وبعدين يا عمدي؟ ولا قبل ايه؟ ما تخافيش من الجن الازرق طول ما العمده جنبك، ده انا الحمايه كلها. كده برضه يا عمدي؟ ما هو انت لازم تكون كده، امال هم عملوك عمده ليه؟ صحيح بيعرفوا يختاروا الرجاله كده يا بهيه؟ واكتر من كده يا عمد، وحتشوف بهية حتعمل ايه. استني يا خالة بهية، استني، رايحة فين لوحدي؟ رايحة اطفي النار بنفسي قبل ما توصل لمطرحي ولمطرحكم. عايزة اوريهم بهية لما تطلع الطرحة وتبقى راجل زي الرجالة ممكن تعمل ايه. قلبي معاك يا بني.
نصحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشورى واجبة، وأكثر من رأي أفضل من رأي واحد مهما كان. فهل أحدكم رأي يشاركنا به وله أجره من الله؟ لقد قلنا لك أيها الأمير كل ما لدينا، والآن ليس لنا إلا العمل. فلنتوكل على الله. اسمعوني، عندما أكبر التكبيرة الأولى فأعدل الصفوف وهيئ الجند، وعند التكبيرة الثانية هيئ الجيش بأكمله. أما إذا كبرت التكبيرة الثالثة فليخرج الفرسان للمبارزة، أما إذا كبرت التكبيرة الرابعة فاسحفوا إليهم وقاتلوهم قتال من يحب الموت حبه للحياة، ولا تنسوا قلة عددنا وكثرة عددهم، إن كل رجل منكم يقاتل 12 رجلا من الفرس، لكن لا بد أن تصمدوا، فكم حدث لنا مثل هذا من قبل وانتصرنا. ولا تنسوا أن العالم كله من عرب وروم وفرس ينتظرون نتيجة هذه الواقعة. احمدوا الله على ما أبلاكم، وسلوه يزدكم، ودعوه يجبكم. أنتم وجوه العرب وأعيانهم، وخيار كل قبيلة، وعز من وراءكم. لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا يكونن شيء بأهون عليكم من الدنيا. الله معكم إن صبرتم وصدقتموهم الضرب والطعن. ما عيلتكم اليوم وأنتم في حصونكم ومعكم من لا يعصيكم؟ إنكم أعيان العرب، وقصمتم للأعيان من العجم، وإنما تخاطرون بالجنة ويخاطرون بالدنيا، فإنها تأتي من تهاون بها. الله الله، اذكروا الأيام وما منحكم الله فيها. لا تحدثوا اليوم أمرا تكونون به شينا على العرب غدا. فإن تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة جمع الله لكم الدنيا والآخرة. أرسل هذه إلى أمير المؤمنين، وهذه إلى عاصم بن عمرو، وهذه إلى خالد بن عرفة. لماذا تضحكين يا عمتي؟ أنت تخاف العرب، ومن يخاف أحدا يهزم. المعركة على وجه الابتداء. المعركة على وجه الابتداء. يا هذا، ترى على من نركز هجماتنا؟ على بجيلة والغاز، إنها أخبر قبائلهم بقتال الفرس وأشدها مراسا.
سنقضي عليهم أولا. أيقاتل سعد وأنا هنا في الحبس؟ أرأيتم في حياتكم شيئا كهذا؟ لو لم تفعلوا ما فعلتم ما كنتم هنا. وصارحكم القول، إنني نادم على ما فعلت. لن أذوق الطعام حتى يجيء سعد إلى هنا. من حق أن أخاطب. يا سعد، يا ابن أبي وقاص، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله له يا هرمز. ولكن من يكون هذا؟ إنه غالب بن عبد الله الليثي. وماذا يعني هذا بين العرب؟ إنه رجل من غمار الناس، وما عرفته يقاتل سوى الآن، وغالبا ما يتركونه لحراسة الأطفال. أتريدني أن أبارز حارس الأطفال؟ نعم. أنا؟ أنا من قادة الفرس وهو صعلوك، فكيف أقبل قتاله؟ معنى هذا أنك تستطيع قتله بقبضة سيفي. وهذا ما نريده، علينا أن نقتل أول مبارز عربي، لأن هذا يوهن عزيمته. هيا أخرج له يا هرمز. علي بحصاني. هو حارس الأطفال؟ نعم يا مولاي، نعم. أتخدعني هذا؟ لا، وأقسم. أجاسوس أنت لهم؟ كيف يا مولاي؟
مستحيل. من يخون مرة يخون كل مرة. يقولون إنه أحد قادة الفرس، ولا أظنه كذلك. يا فرسان فارس، هل من مبارز؟ خلينا نتكلم في فيلم برضو كان عمله مبدعنا الكبير توفيق صالح ايام ما كان في العراق، عن الزعيم الأيام 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 الطويلة. نعم. ويبدو انه صدام حسين يعني ما كانش راضي عنه، لانه كان في لحظة بيفتح يعني صدام، لان هو بيمثل دور الزعيم طبعا، فالممثل تألم شوية، فقام صدام وغضب وقال له مين قال لك ان انا بتألم وحاجات كده لتوفيق صالح. انا اعتقد ان دي كانت حاجة يعني وقع صعبة شوية في حياة توفيق صالح. انت ايه رأيك؟ انا بسألك استاذ هشام، المخرجين المصريين الكبار عندما جاءوا من مصر الى العراق لنقل تجربتهم الثرية من خلال اعمالهم اللي كانت موجودة بالمصر، فشلت هذه الاعمال في العراق، لانه الاعمال في العراق ليست الى القطاع الخاص، انما هنالك مؤسسة سينمائية اسمها مؤسسة السينما والمسرح. مؤسسة السينما والمسرح عندما تعتمد على مخرج واسم كبير مثل صلاح أبو سيف، تريد أن تسوق أفكارها، تريد أن تسوق الفكر البعثي، الفكر الذي يناقش مسألة يعني فكر مؤدلج، يعني فكر مؤدلج مؤدلج بالضبط. وكذلك فيلم مطاوع وبهية هو لا يعدو عن محاضرة يعني حزبية تتناول موضوع القومية والمصريين ووجودهم في العراق. فيلم التجربة كذلك يتحدث عن الفلاحين العراقيين والمجتمع الفلاحي العراقي. هذه الأفلام في نظري تنجح عند المجتمعات الحزبية وعند المنظمات الجماهيرية، عند اتحاد النساء واتحاد الطلبة، وممكن أن يعرضوها على الجيش، راح يعني يسقفولها الأفلام هذه، لكن جماهيريا ما تأخذ. الفيلم الجماهيري، وحضرتك خير من يعرف وأستاذ في هذا الموضوع، له مواصفات، والسوق له مواصفات معينة في النجم، في الممثل. أكبر يعني أي سعاد حسني كانت تمثل في القادسية، سعاد حسني وعزة العلايلي، يعني في أكثر من كده نجوم موجودين، لكن الفيلم فشل وسقط، في حين أنه سعاد حسني لديها أفلام خلي بالك من زوزو، وخلي بالك من زوزو لا يحمل قضية فكرية كبيرة جدا على سبيل المثال، لأنه نجح نجاحا جماهيريا كبيرا. إذن أنه الخطة التي كانت تعمل عليها الحكومة العراقية أو دائرة السينما والمسرح العراقية كان خطا مؤدلجا يقوم على صناعة القائد، صناعة الحزب. العكاز الذي كان يتعكز عليه صدام حسين كان ذكيا في استغلاله إلى الإعلام، إلى السينما. وعلى فكرة هو يعني كانوا في العراق كذلك مخرجين من لبنان ومخرجين من سوريا، حتى أنه كان في بعض الأحيان يأتون مخرجين يعني أجانب حتى يعملون لإدامة هذه الآلة الحربية، لإدامة هذا الفكر الدكتاتوري الموجود في العراق. هو يقول قومية لكنها ليست قومية، كانت دكتاتورية. الله، يعني معنى كده الكلام انت بتقوله حضرتك ده بيحمل إدانة لكل المثقفين اللي تعاونوا مع صدام وارتضوا انهم يتعاونوا، والفنانين. نعم. ايضا نعم نعم طبعا صدام حسين لم ينبت من الأرض، هنالك الكثير من الشعراء. كانت هنالك رجل عندنا في العراق اسمه
مهرجان شعري اسمه عكا المربد. مهرجان المربد كان يأتي كبار الشعراء العرب ويتغنون في صدام حسين. كثير أسماء كثيرة جدا. فيلم المسألة الكبرى الأيام الطويلة إلى توفيق صالح المرحوم. توفيق صالح مخرج عبقري ومخرج خريج فرنسا والإدك ومخرج كبير، ما فيش كلام في كده. على أقل تقدير اشتغل الضامئون من أرقى الأفلام اللي اشتغلها. عندما سئل قال هذه يعني بما معناه يعني وصمة العار الذي قمت بها هو فيلم الأيام الطويلة، لأنه لا يعترف به. طب لم هي وصمة عار؟ مدام هي وصمة عار هو صنعه ليه؟ هو ارتضى أن يصنعه ليه؟ ده سؤال. هو يعني كما يقول أنه كان مضطرا أو أنه كان يعيش في هو بعد الفيلم عاف العراق، يعني على فكرة طلع من العراق وذهب. هو كان كالمتنبي يتنقل من دولة إلى أخرى كي يستقر، كي يعيش في يعني في امان. لانه يعني هذه الدول سوريا يعني والعراق، ما هو برضه ده سؤال يا استاذ جمال. يعني ما هو كان مختلف مع النظام السادتي عشان لا يجبره النظام السادتي انه يعمل افلام هو مش عايزها طبعا، فارتضى بانظمه اخرى وعمل تحتها تحت قيادتها او تحت سلطتها افلام لم يرضى عنها. طب هو انجز ايه؟ طيب يبقى يعني ده اصل اقول كموقف سياسي، يعني هو لم يفعل شيء بهذا الشكل يعني طبعًا. ولا ايه؟ طبعا هو يعني ذهب من مصر، وقع في شرك العراق. انا عندي مخرج لا وفي سوريا هو راح مع سوريا طبعا، اشتغل مع سوريا، بس مع سوريا اشتغل فيلم واحد ومعاش كثير جدا، وهو فيلم ال 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 في سوريا اللي هي رجال تحت الشمس. رجال تحت الشمس هي الرواية مال غسان كنفاني. لا أول فيلم له اسم غسان كنفاني. أي غسان كنفاني، نعم. كان مخرج معانا من المخرج اليساريين عندنا في العراق، وأنا عملت معاه بطولة فيلم. ترك العراق وذهب إلى ليبيا وعمل لقاء في ليبيا، ويقول إنه أنا ضد النظام الدكتاتوري في عين، وعندما ذهب إلى ليبيا وترك صدام وذهب إلى القذافي. هكذا كانت الأمة العربية، يعني المثقف العربي، أو هكذا كان المثقفون العرب. يعني المثقفون العرب، المثقفون العرب على فكرة فيهم الكثير من الانتهازية والمنافق، وفيهم المنافقون الكثيرون موجودين. يذهبون إذا مريح مالت مال حيث تميل، يذهبون مع القوة ومع الفلوس ومع. أقول لك أنا في بغداد شاهدت هواية مخرجين عرب وفنانين عرب، حتى أن يوسف شاهين جاء إلى العراق وأرادوا أن يتفقوا معه لإخراج فيلم تاريخي كما تذكر، أعتقد الأسماء شوي تضيع من عندي في بعض الأحيان في خضم الحديث. حتى يوسف شاهين إجا للعراق وأراد أن يخرج فيلم، ويعني ما تم الاتفاق في حينها، لأنه تعرف أنت يوسف شاهين رجل حاد ورجل يعني متمكن ماديا، متمكن من أفلامه، يفرض شروطه، وعندما لا يوافقون على شروطه يعني يرفض التعامل معهم. يبدو أنه فيلم الأيام الطويلة إلى مخرجنا الراحل توفيق صالح وقع في هذا المطب، لم يستطع أن يفرض شروطه، حتى أنه الفنانين العراقيين كانوا متوترين معه، يعني ما كانوا يحبون أنه هو يقوم بعمل هذا الفيلم احتراما إلى ولتاريخه، ولأنه هذا الفيلم يمجد شخصية كانت تعتبر في العراق شخصية، مو في العراق، في العالم كله شخصية دموية، شخصية دكتاتورية، وهو يتناول قصة صدام حسين عندما تعرض إلى أحد أهم الزعماء العراقيين الذي يعشقهم العراقيون اللي هو عبد الكريم قاسم. عبد الكريم قاسم يعشقه العراقيون؟ يعشقه الكثير طبعا. ليه؟ أنا أقول لك، الفقراء الفلاحين العمال وحتى اليسار العراقي يعشق عبد الكريم قاسم، لأنه انقلب على الملك والملوكية، الملكية التي كانت في حضن بريطانيا، عارف كيف؟ فيعتبروه أيوة الثوري. بس هو لم يستطع أن يحفظ حكمه وانقلب عليه صدام حسين، مش كده؟ لا، عبد الكريم قاسم انقلب عليه صاحبه والذي كان معه في الثورة، ثورة 14 تموز، عبد السلام عارف. عبد السلام عارف. وبعد كده عبد السلام عارف انقلب عليه؟ انقلب عليه، وهو كان أحد المساهمين في عملية قتله، يعني أحد يعني الذين ساعدوا في قتل، في حين أنه عبد الكريم قاسم لم يقتل العائلة المالكة. الذي قتل العائلة المالكة هو عبد السلام عارف، بأمر من عبد السلام عارف.
يعني عبد السلام عارف هو اللي قتل العائلة هو المالكة. طبعا هو الذي أصدر أمر بقتل كل العائلة المالكة ولم يجعل ولم يترك لهم أي شخص سوى واحد كان في لندن أعتقد أو امرأة في بريطانيا كانت موجودة. فيلم الأيام الطويلة يتناول هذه القصة. العراقيين يعني خاصة عندنا في بغداد الجنوب العراقي في الشمال العراقي في بغداد هناك أحياء كثيرة لا زالت تعشق وتعبد عبد الكريم قاسم لأنه حررهم من الإقطاع وحررهم من الهيمنة الرأسمالية في حينها ومن الملكية في حينها. الفيلم يتناول كيف استطاع صدام حسين مع مجموعة من أصدقائه أو رفاقه في التعرض إلى عبد الكريم قاسم ومحاولة قتله والهرب من العراق ذهابا إلى الشام ومن الشام ذهب إلى مصر. طبعا هو في حينها راح إلى مصر راح مصر وبعد كده لما جاء عبد السلام عارف منقلبا على عبد الكريم قاسم استطاع أن يرجع لأن صدام ورفاقه بالضبط وينقلبوا على عبد السلام عارف. عبد السلام عارف قتل جميع العائلة الملكية زي لينين كده مع قتل جميع العائلة كلهم الملكية كلهم في كلهم القيصرية يعني في موسكو كلهم أبادهم أبادهم معلش يا أستاذ جمال دي مسألة مهمة أبادهم مع بعض مجتمعين ولا أبادهم فرادة في كل لا مجتمعين في القصر راحوا عليهم في القصر هم كانوا محتمين بالقصر يعني كلهم متخبايين وكانوا يتوقعون أنه هم راح يجيهم يعني يأتيهم أمر يعني من الحكومة من الانقلابيين أن يخرجون من العراق يعني يتوقعون بأنهم ما عملوا فد شيء كبير ضد العراق أنهم كانوا يعني ملوك مسالمين وكانوا يحكمون العراق بشكل جميل فكانوا يتوقعون أن الناس ما تقتلهم وهم ينتمون إلى العائلة الهاشمية وهذا موضوع آخر أنه في العراق دائما العوائل الهاشمية والذين ينتسبون إلى نسب الرسول عليه الصلاة والسلام لديهم حظ لدى العراقيين فهم راهنوا على هذا الموضوع على أنهم لن يقتلوا لكن عبد السلام عارف بأمر منه أباد العائلة المالكة ونرجع إلى موضوع صدام حسين صدام حسين رجع إلى العراق في زمن عبد الرحمن عارف وقاموا ما قاموا به في انقلاب عام 1968 سنة 1968 صارت هي اللي يقال عنها ثورة 17 تموز وكان أحد فرسانها صدام حسين وأحمد حسين بكر ومجموعة كبيرة من البعثين في ذلك الحين. ففيلم الأيام الطويلة يتحدث عن هذه المسألة. هم أرادوا أن يجعلوا من يعني هو صدام حسين عندما أراد أن ينتج فيلما سياسيا يتناول حياته أراد مثل فيلم مصطفى العقاد اللي هو عن عمر المختار مثلا أن يطلع بطل قومي أن يطلع بطل كبير الناس كلها تحبه وتقول انه هذا هو البطل القومي فعلا يعني كما اقول انا لكن الفيلم ما كان بهذا المستوى اللي رضى عنه صدام حسين كما انت يعني حضرتك تكلمت عن السبب انه ما طلعه بالشكل الكبير بس عايز اقول لحضرتك هل ممكن مشاهد نقدر نحصل على مشاهد من فيلم الايام الطويله ولا موجود اعتقد في اليوتيوب ممكن موجود الفيلم باليوتيوب موجود اعتقد موجود ده ايه الجمال ده فيلم الفيلم ده يعني دقيق جدا ومهم يعني بغض النظر عن المستوى يعني طبعا صنع طبعا بيه وانا اعتبره من اسوأ افلام توفيق صالح من اسوأ توفيق صالح عمل رجال تحت الشمس الحقيقه يعني بغض النظر يعني عن اي حاجه انما هو عملها الحقيقه بشكل عظيم وعمل فيلم اسمه متمردون ايضا متمردون ده في مصر عندنا اعتقد البوستاجي يعني حاجه الحقيقه راجل يعني يتمتع بلغه سينمائيه هو عمل سبع ثمان افلام من اجمل أفلام يعني الافلام دي حقيقه افلام ساحره الحقيقه واسعة يحركها خبراء
بمحبته وتحديه، ليعلم أبناء الشعب أن صحة رئيس الوزراء بخير، وسيتماثل للشفاء ليضرب بيد فولاذية كل قوى التآمر الموتور. عليها ممات. ارتاح انت هسه ولا تحمل نفسك اكثر. ماريج تحمل نفسك اكثر. هسه الطبيب على جيب. ما اريد اعيش بعد. هسه الطبيب على جيب. ما اريد اعيش. واجب كان عليكم من تصوبون، تصوبون زين. واجبنا كان نخلص عليه. ليش انسحبنا قبل ان نكمل العملية؟ ليش انسحبنا رفيق؟ مو كانت مهمتك ترميه على راسه بعد ان يموت حتى تتاكد من تنفيذ الواجب؟ بلي رميت. شلون بلي؟ شلون بلي يا رفيق وهو ما مات؟ يعني هسه اني وحدي المسؤول. انت اللي انطيت اشاره الانسحاب. وانا اللي خليتكم تغلطون بالتصويت. هاي شنو رفاق؟ هاي شنو؟ يا رفاق ارجوكم، ارجوكم رفاق، ما يصير واحد يوجه اتهامات الاخر، هذه مو وقتها، اهدأوا شويه، اهدأوا. على كل الرفاق كل واحد منا ادى الواجب اللي عليه. واجبنا كان نقضى عليه. وهذا ما صار. ما يخالف، اهدأ انت شوية الى ان تتصل بينا القيادة. احنا ليش ما نكمل واجبنا؟ ليش ما نخضع على رئيس الوزراء من يطلع من المستشفى؟ اتخاذ هيك قرار مو من حقنا ولا من اختصاصنا، هذا من اختصاص القيادة. اعرف، بس ممكن نقترح على القيادة ونضع خطة وندرسها هسه ونرفعها للقيادة من تتصل بينا. يا رفيقي، احنا خطة مدروسة عجزنا عن تنفيذها، احسن ما تناقش خطة ثانية، خلي ننتظر ونعرف حقيقة ما حصل بساعة التنفيذ. ما يراد الانتظار يا رفيق حتى تنعرف. احنا استعجلنا وانسحبنا قبل لا نكمل العملية. هالقد ما مستعجلين اثنانها للسلطة احسن دليل. احنا تركناه وانسحبنا، شفت رفيقنا وهاب اللي عفناها ممددة بالشارع. ايش ورطنا عن الحزب وورطنا نفسنا بلا نفع. لأي غرض كان مخالفا لبياننا هذا. كافي عم مسجدك، خلي نسمع. افتح مناحة، شو تريد تسمع؟ والقوانين الأخرى. والنتيجة نبقى على الحطة؟ ما نقدر نسوي شيء يا رفيقي، واجبنا ننتظر تعليمات من القيادة. هيك ظروف، من يتوقع أن القيادة تصدر تعليمات؟ ليش لا؟ القيادة لازم تتحرك. طيب إلى أن هذا يصير المفروض يا رفاق نضع خط احتياطنا. انت متبيع على انفسنا. صحيح لو قالوا ان صعوبة الحار ما يوجع، بس الرصاصة من تستقر بالعظم تأذي. شكو محمد، اشبيك اشبيك محمد، اشبيك احكي اشبيك اشبيك. اجيب لك اسبرو بعد نسك، بعد نسك ما ازيد. لازم تقعد الصفحة. محمد تحمل شوية، انا اقدر اطلع نفسي، بس انا ابغى اطلع لي واحد غيري. تقدر انت تطلعني؟ تقدر؟ ها؟ وش شلون اطلع لك اياها؟ جيب موت وانا اشرح لك. يا معود شلون يطلع رصاصه؟ اقول لك جيب موت يا رفيقي ما غلطت. ابقى انت، انا اجيب الموس. مو بس موس، انا اروح.
سعيد. نعقمها زين. لا 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 بالنار احسن. اي افضل. الأخ وين صار؟ مقاس، جيب مقاس. بسرعة سليم. شلونك؟